يلا الغدا يا رجاله. وحشتك كتير يا مصطفى. كيف قضيت الايام اللي فاتت لحالك؟ شكلك تعبت كتير. ايه اللي جابك يا مصطفى؟ انت عارفني زين، انا لما قابلتك لقيت فيك الإنسان الشهم اللي طول عمري بدور عليه. ما همنيش إذا كنت عرباوي ولا لا، المهم إننا اتقابلنا وأخلصنا لبعض من غير ما تكون بينا أي مصلحة. اتقابلنا على كذبة كبيرة، كذبة زي السكين ذبحتني بيها شفيق وقطعتني حتت. صدقني يا مصطفى، أنا في الأول ما كنتش أقدر أخلفهم، كنت زيهم عايز أعرف منك إيه الخطر اللي مستنظر أبويا. لكن بعد ما عرفت معدنك الحقيقي كنت خلاص اتورطت في الكذبة معاك. جاي ليه؟ عاوزك تيجي معايا. ارجع لي يا شفيق. ارجع لمين؟ انا مش هدخل السرقة دي تاني. سيبني ادور على اهلي وناسي اللي بجد. ابويا مش ناوي يأذيك، انا اتأكدت من كده، وإلا ما كنتش قلت لك ترجع معايا السرايا. يا مصطفى، فاطمة أختي تعبانة قوي، وأبويا اتأكد إنكم حتى لو اتكلمتم مع بعض فنظراتكم كان كلها احترام. عايز نرجع فين ومين؟ يا شفيق أنا مفيش حاجة تربطني بيكم. مصطفى انت خبرني زين، اكتر واحد بيخاف على مصلحتك، والا ما كنتش قلت لك الحقيقه من غير ما تطلب مني. انا اللي قلت لك امشي، وانا اللي دلوقت بقول لك ارجع عيش معانا كانك مصطفى العرباوي، ولا كاني قلت لك اي حاجه. ووعد مني، اول ما ابويا يخلص من حكايه الانتخابات والشغلانه الكبيره اللي عنده هتحدث معاه، وحندوروا على أهلك ونلاقيهم من غير ما تتعب نفسك. ولا أنت نسيت إن ليك جميل في رقبتي ولازم نرده لك في يوم من الأيام؟ قلتني يا ابني شكرين. هو ايه الحكايه يا جعفر؟ ايه اللي خلى منتصر بركات ينزل الانتخابات قبل قفل باب الترشيح بيوم واحد؟ الحكايه طويله جنابك، باختصار ما حصلش نصيب في الجواز. ما حصلش نصيب في الجواز، انا برضو قلت كده. كان لازم تحسبها كويس يا جعفر، انا حذرتك قبل كده. انا ما خايفش منه يا باشا، أنا أقطع عصب رجلي،
أنا كل اللي عملته عشان أوفر جهدي في حكاية الانتخابات، لكن أنا كداه وجدود يا باشا. الحزب واقف وراه بكل تقله وهيساعده بكل الطرق. وماله يا باشا؟ عشان نثبت لهم إن هم لعبوا على الحصان الخسران. النجاح يا باشا لما يجي بعد مجهود يبقى له قيمة ومعنى. ها؟ وكل اللي حاربوني عشان يثبتوا إن جعفر العرباوي وجع هيجوا يباركوا ويتمنوا رضايا. يا ريت يا جعفر، أنا بتمنى إن كل اللي بتقوله ده يحصل عشان أثبت لهم صحة نظريتي. الناس اللي بيقولوا التغيير ورياح التغيير وحتمية التغيير لازم يفوقوا بقى، لازم يعرفوا إن البلد دي محتاجة استقرار، والاستقرار ده مش هيجيبه غير اللي زيك يا جعفر. قولي أنت عامل حسابك كويس؟ رجالتي في كل مكان، حملتي شديدة، ومعايا الصحافة والإعلام، وأهم من ده الناس والعائلات الكبيرة اللي مصلحتهم معايا. برافو يا جعفر، برافو، هايل. أنا دايما بقول إن الدهن في العتائي. بقول الله يا باشا، بعد الانتخابات والنجاح لينا إن شاء الله هيكون لنا احتفال مخصوص مع بعضينا وهدايا كبيرة لجنابك. هديتي أنا اللي هحددها المرة دي بنفسي يا جعفر. طبعا جنابك، مفيش حاجة هتتغير. ايه يا مؤاخذة. ايوه صلاح، ها عظيم. ايه استنوني في السرايا لحد ما ارجع. ايه مع السلامة. طول عمرك وشك حلو عليا جنابك. اتفضل كل. بسم الله. ليه عملت كده يا ولدي؟ ليه تبعد وتعرض نفسك لخطر تشغلني عليك يا مصطفى؟ اسمع عني يا كبير، بعد اليوم اللي قضيته عند منتصر بيه محبوس، لقيت نفسي مخنوق، ولمت نفسي كتير لاني بكلامي معاه سببت لكم مشاكل كبيرة، خصوصا لما بدير قال لي ان جنابه غضبان علي واحنا راجعين من عند منتصر بيه. الدنيا ضاقت بي، ما بقتش عارف اعمل ايه. لقيت شفيك طالع، طلعت وراه وقلت له يرجعني بيت القديم. بيتك؟ ايه اللي خلاك تفكر كده؟ انا فكرت في الحكايه دي كتير وطلبتها منك، لكن جنابك اللي قلت لي اقعد لحد ما ابقى طبيعي. يومها لقيتها فرصه وطلعت مع شفيق وما صدقت همني، وبعد كتير. انا مقدر حالتك، لكن اكيد في سبب تاني هدتني بصراحه يا مصطفى. انا عمك وعايز مصلحتك. صدقني مفيش سبب تاني. كل الحكاية اني حسيت اني بقيت حمل تقيل عليكم، حالتي ما بتتغيرش ولا بتتقدم. يا حمل تقيل كيف؟ تسيت التمين، انت واحد منينا؟ وانا سبق وقلت لك انك مسؤول مني. حتى لو كنت واحد عادي من البلد كنت ههتم بيك ورأيك لحد ما ترجع لطبيعتك. ايه كلامي ما دخلش دماغك ولا ايه؟ الدنيا كبير، انا مصدق كل كلمه بتقولها. يبقى تنسى اللي حصل ده كله، عايزك ترجع كيف الاول، واحد من رجالتي. انا عارف قد ايه انت مخلص وامين، عايزك توقف جنبي. ها قلت ايه؟ تؤمر بيا كبير. صدقتيني؟ أبوك ما هوش وحش كيف ما انت فاهم، وأكبر دليل إنك بنت جعفر العرباوي، جواكي كل الحب والعطف والحنان ده. ها؟ اللي خلاك كام يوم اللي فات دول يتصرف زي المتشردين، ينام في الأرض
ومعوش فلوس ويشتغل مع الانفار يكون نفذ حاجه ما لاحظناش. المجموعه السريه رصد كل تحركاته ما صدرش منه اي تصرف مشبوه. بس مش معقول يا جعفر كان سايبه يعيش العيشه دي في المكان ده ومن غير غرض. اه هو ده هو ده اللي ملخبطني يا ماهر، خصوصا بقى لما صلاح جاله مع شفيق وخدوه مشوا. سعادتك شاغل نفسك قوي باللي اسمه مصطفى ده. انا احساسي دلوقتي ان مصطفى ده ورا سر خطير ولازم نعرفه. لا يا ولدي، مش انت عبد السلام اللي انا عارفاه زين؟ ابعت لك 20 مرسال في الكام يوم اللي فاتوا عشان تجيني ما تردش علي، ومش عايز تفهمني انت عملت كده ليه؟ اعذريني يا ام طلعت، انا ابويا كان تعبان و انا مش مصدق الكذبه اللي انتوا عملتوها دي. وانت ازاي توقف مع اللي اسمه شوقي دي قدام اهلك وناسك؟ انا ما وقفتش قصادكم، انا شاركته في كذبته، بس لما قال لي ان طلعت مختفي وان عدم اتصاله بيه ممكن يعرضه للخطر، حبينا نضغط عليكم وعلى شامة يمكن يكون بيكلمكم وانتم مخبيين. خطر ايه يا ولدي؟ فهمني الهي يرضى عليك. اقسم لك بالله ما اعرف ايه نوع الشغل اللي بيشتغله طلعت معاه، ولا السفريه دي تخص انهي شغل من اشغال شوقي بيه. كل اللي اعرفه ان طلعت كان مسؤول عن توصيل بضاعه، البضاعه دي ما وصلتش وطلعت ما اتصلش، وشوقي بيه ليه شركه ممكن ياذوا طلعت لما يرجع. كنت عارفه من ساعه ما الراجل ده دخل حياه ولدي ان الدنيا هتتقلب وان طلعت مش هيرجع زي الاول. اسمع، انا عايزة اقابل الراجل ده واعرف ولدي فيه ايه. حاضر، هخليك تقابليه، بس هو مسافر دلوقتي. ليه كدبت علي يا ولدي؟ كنت اقول لي الحقيقة وانا ما كنتش هقدر امنعك. بتقولي حاجة يا مطلع؟ ها؟ لو عارفة حاجة قوليلي ونفكر مع بعض ازاي نساعده. ها؟ لا يا ولدي، ما بقولش حاجة، ربنا يجيب العواقب سليمة. الأخير يا هشام. يا صلاح مين؟ أنا شايفك مستعجل يعني. فعلا عندي مأمورية مهمة جدا. أنت واخد قوة ورايح تأمن مؤتمر سيادة النائب مش كده؟ سعادتك عارف كل حاجة أهو، أمال ليه بيقول إنك زهقت مننا وراجع مصر قريب؟ والله يا صلاح بيه الحياة في الصعيد صعبة بالنسبة لواحد زيي. أنا مستني قرار نقلي بفارغ الصبر. إنما يعني أنا شايف اهتمام كبير أوي في المديرية بمؤتمر جعفر بيه. إحنا بنهتم بكل مرشح، وخصوصاً لما نكون متوقعين إنه هيجي عدد كبير من الجمهور. عصام بيه، أيام الانتخابات دي بتبقى أصعب أيام بنمر بيها. ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم. أنا الحقيقة بفكر أعد عليكم، يعني أكيد جعفر بيه هيقول كلام مهم أوي للناس، وهي فرصة يعني الواحد يستفيد. ما تفتحش الحكاية دي معايا تاني، أنا بس اللي بشوف الصالح فين وبعمله. أنا مقصودش عرض أوامرك يا كبير، لكن من واجبي ننبهك على أي خطر بنهمل وسطينا وإحنا راضيين. قلت لك الراجل ده هيفضل وسط الرجالة، وما تسألنيش أنا مخليه ليه، المهم قلبي مطمن له يا أخي، وإذا كان غلط مرة ولا اتنين ده كان بحسن نية. كل اللي عمله بحسن ايه اللي تشوفه يا كبير، لكن جنابك عارف هيقعد معانا لحد متى. قلت لك انسى حكايه الراجل ده دلوقتي، المهم الرجاله كل واحد عارف دوره زين. رجالتك واعيين وجاهزين، ودي مش اول مره، وانا محافظ كل واحد منهم ايه المطلوب منه. ومصطفى مصطفى هو هيجي معانا. امال يعني هنهمله لحاله؟ يجي يوقف وسط الرجاله للحمايه والحراسه. وماله يا عمي، جنابك بس اللي شاف الصالح وبتعمله. ازاي بيقدر يكذب هو واللي حواليه بالبساطه دي؟ مع اني حاولت اعيش في الكذبه واجريهم يوم، بس ولقيتها حكايه صعبه. يمكن يكون العطف اللي بشوفه في عينيه ناحيتي حقيقي، يمكن يكون قلبه اتفتح لي بعد ما عشت معاهم، مع انه عارف اني ماليش اي صله بيها او بعيلته. طب وانا ليه بعد كل اللي عرفته عنه، بعد ما تأكدت انه عايشني في كذبة كبيرة، لسه برضه بشوفه وبحس بهيبته؟ ليه مش قادر اكلمه غير بكل احترام؟ انا ما بقتش فاهم نفسي ولا عارف اقدر اكمل كيف يا ابو.
مصطفى، مصطفى عمرك يا كبير، عايزك تبقى قريب مني، ها؟ خليك في ظهري على طول. تشوفها يا كبير، خد حتة السلاح دي خليها في يدك. ايوه بس انا ما اعرفش استعمل الآلة دي. مش مهم، لازم تبقى زي بقية الرجال. الناس لازم يعرفوا ان رجالة جعفر شداد وايديهم طايلة. دير. ايوه عمي. لفيني طبنجتك. طبنجتي يعني؟ ايوه. حاضر يا عمي. مصطفى، تعرف تستعمل ده؟ ايوه يا كبير. راح يتمنظر قدام الناس بكلمتين مسخين عشان يضحك على عقولهم بيهم، لكن لازم يفهم ان المرة دي غير كل مرة، وإنه لما عاد منتصر بركات فتح على نفسه أبواب جهنم. يا ما قلت له، يا ما قلت له يا كبير، أنت بتيجي على صحتك كتير. كان جنابه يقول لي لا لا يا بدير، طول ما ربنا مديني صحة وقوة. صحيح يا صلاح بيه، هاخدم أهلي وناسي وبلدي. كويس إنك جيت لحد ما أشوفهم. كبير لسه ما قالش أرجى داية بالصعيد كلها. دلوقتي هتشوف بنفسك كيف الناس بتحبه وبتقدره ورافعينه فوق مستوى. الحكايه دي انا واثق فيها جدا. الناس في دايرتكم يا صلاح بيه مستعدين يضحوا بحياتهم وحياه ولادهم عشان الكبير بتاعهم يفضل موجود. هو اللي بيراعيهم ويحميهم يا عصام بيه. ودلوقتي رجاء رجاء هدوء هبابي يساعدكم يهناكم. جه الوقت اللي هتسمعوا فيه حبيبكم واخوكم وكبيركم جعفر العرباوي. اتفضل جناب. ربنا يخليك لينا يا خبير. الله يخليك. صدقوا بايه؟ لا لا الا الله. انا بستنظر اليوم ده من سنين عشان اشوفكم قدامي حواليا، وحاسه قد ايه حبابي بيكتر يوم عن يوم. اللي عايز اقوله ان القعد على كرسي البرلمان ما هياش فسحه، ده تعب ومجهود كبير. خدها كلمة من ابنك كرسي، انت حق واحد بالكرسي. خدها كلمة من ابنك كرسي، انت حق واحد بالكرسي. متشكرين يا بورسي يا ولد. وانت عصرت معركة شديدة مع الحكومة معايا عشان مية الشرب، ها؟ ما مش معقول يكون النيل قدامنا ونشرب مية معكرة. كلنا بنحبك يا عرباوي. كلنا بنحبك يا عرباوي. كلنا بنحبك يا عرباوي. خلونا نتحدث في المهم. الحقيقة يا أولاد، حال المستشفى عندينا لا يسر عدو ولا حبيب، ها؟ عشان كده قررت أحط حجر الأساس لمستشفى العرباوي الكبير. جعفر جعفر يا عرباوي عدي بينا يا معداوي. جعفر جعفر يا عرباوي عدي بينا يا معداوي. اسمعوني زين، المستشفى ده هيخدم بنفس الخدمة ونفس الأسعار، وإن شاء الله إذا أذن المولى عز وجل بعد سنة المستشفى هيكون جاهز. اسمعوني اسمعوني، أهم حاجة في للشباب 1000 فرصة عمل، ها؟ اللي عايز يتقدم يتقدم، يقدم طلب عندي، مفهوم؟ ده ما هيحصلش، أنت قلت قبل كده كتير لكن مفيش نتيجة. اقعد يا عسى وخلينا نسمع. ده كلام محفوظ بيتقال في أرض مجالس علشان الليلة تعدي وبعد كده بيتلحس. لا يا ولد لا لا، اسمعني زين، من جعفر العرباوي اللي ينحس كلامه. اذا كنت ما عرفنيش كويس اسال ابوك ولا جدك عني، انت فاهم ولا لا؟ احنا عايزين فعل، ما عايزينش حديث سمعناه 100 مره. اقعد يا واد وخلينا نسمع وبلاش قله حياه. انا مش قليل الحياه ولم نفسك،
لا ما نخليكش ترجع بيتك سليم. انا الله روحك على نجاله يا ولد عامر. اهدى يا ولد اهدى يا استاذ. عادي كل قلب من طلوعي من الصوان اصحى تروح انتوا فين؟ نايمين على ودانكم؟ واكلين تطورة؟ يا كبير الحكاية دي الحكاية دي حصلت لأنكم ريحتم ومليتوا بطونكم وكروشكم كبرت لاني بعلف فيكم زي البهايم يا كبير رجالة الحكومة كانوا مأمنين مدخل الصوان اخلص يا ولدي الكلاب انت محدش يفتح خشمه من امتى واحنا بنعتمد على الحكومة عشان تأمننا انا بدخلهم معانا منظرا بعد اذن جنابك صلاح هو اللي طلب مني انه يأمن مدخل الصوان والناس اللي داخلين وقال لي رجالتك عليهم بتأمين الصوان من جوا صلاح جايب تكليف المديرية زي ما بيروح لأي مرشح تاني دخول سلاح في الليلة بتاعتي مسؤوليتكم انتم مش حد تاني الحمد لله ان الرجالة قدروا يطلعوك من الصوان بخير وسلام يا عمي يجي منين الخير يا بدير عايز تعدي اللي حصل الليلة من غير حساب مين قالك ده انا ما قلتش الكلام ده يا عمي امال ايه ورم من الوش دلوقت بدل ما فرغ فيكم الاهلي كله ورم اطلعوا بره دلوقت استنوا في الجنينة مش عايز حد يتحرك من مكانه لغاية ما اجيكم اطلعوا تغلط مرضيتش حاسبك قدام رجالتك عشان ما قلتش هيبتك اقسم لك يا عمي اني محفظهم شغلهم ومديهم سلاح زين زي كل مره ومنتورهم في الصوان كله ما حدش شاف شغله زين مصطفى اللي كنت معارض يجي معانا هو اللي فداني الحمد لله ان ربنا الهم وتصرف زين يا عمي مش هو ده الخطر اللي عايش وسطينا زي ما جنابك قلت يا كبير عرفت ان ليا نظره ابعد من نظرتك بكتير شفيق اطلع عند على مصطفى انا عايزه دلوك دورت عليه وسط الرجاله اللي رجعوا ما لقيتهوش امال راح فين لسه باقي الرجاله ما رجعوش تلاقيه هيجي معاهم اللي حصل ما كانش حد يتصور وقطع النور خلى كل واحد يرمح لحاله ما حدش كان شايف التاني فين نفسي اعرف مين ممكن يهاجم جعفر وسط رجالته والناس اللي بتأيده والله يا فندم هي مسألة محيرة جعفر أعداؤه كتير وما نقدرش نحسبها دلوقتي تدافع والقلق الكبير اللي حصل مع انقطاع الكهرباء خلوا المهمة صعبة فعلا الزحمة والرعب اللي صاب الناس كان شيء رهيب أكيد اللي خطط للحكاية دي حد قوي جدا ده قدر يقطع الكهرباء عن نص البلد تقريبا معاك حق ماهر بس الغريبة بقى إن صلاح والقوى اللي معاه كانوا بيؤدوا واجبهم بطريقة مثالية جدا ودي حاجة غريبة على صلاح يا فندم لو صلاح ما اشتغلش صح في ظرف زي ده امال هيشتغل امتى؟ ايوه بتقول ايه؟ حاجة غريبة فعلا ايه فين المنطقة دي؟ لا 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 انا جاي استكشف بنفسي ايوه جاي حالا خير يا فندم ايه اللي حصل؟ واحد من المجموعه السريه شاف عربيه بتجري بسرعه جنونيه وخارجه من المنطقه اللي كان فيها المؤتمر الانتخاب بعد ضرب النار قدر يتابعها وسعادتك شايف ان ممكن يكون ليهم علاقه باللي حصل؟ اكيد عموما واضح ان الموضوع مهم وفي واحد من رجالتنا بيراقب الموقف هناك من بعيد وانا هكون جنبه عشان لو اضطر الامر ان احنا نقرب ونعرف ايه اللي بيحصل اشوف وشك بخير
تعرفنيش يا طلعت، ولا كنت فاكر انك مش هتشوف خلقتي غير في الاحلام؟ يوم الانتخابات هيكون اخر يوم حياة سيادة النايم جعفر العرباوي. آخر حاجة كان ممكن أتصورها إنك تغدر بي وتبيع الاتفاق اللي كان بينا وتخون العهد اللي تعهدنا عليه وحطنا يدنا في يد بعض. العهد، اتفاق، انت اللي كنت بتقول لي، انت اللي كنت بتقول لي، انت اللي كنت بتقول لي. احنا دلوقتي قدامنا هدف واحد لازم نوصل له. هتحط يدك في يدي، اضمن لك الحمايه والامان، وهديك كل المعلومات اللي مش هتلاقيها الا عندي. انت مين؟ انت مين؟ أنا مين يا روح أمك؟ إيه؟ نسيتني؟ اللي جرالك يا عهد؟ جعفر العرباوي غسل مخك؟ خلك عبد من عبيده؟ طب لو كنت نسيتني ونسيت اللي بيني وبينك، كيف تنسى طربوك؟ انت بتبص لي كده ليه؟ انا دلوقتي بس شايفك، انا ما كنتش شايف حاجة، ما كنتش عارف حاجة. ايه اللي حصل؟ كنت بتتقاطع حاجات؟ اللي حنيت لاخوك وخلاك تغير تفكيرك؟ معرفكش، كأنك واحد تاني، نفس الشكل ونفس الهيئة، لكن مش هو طلعت. أنا هو، أنا طلعت صعيد، بس كأنه بعيد، عايز أطوله بيدي، نفس طوله بيدي. طب اهدى اهدى وفهمني ايه اللي حصل. جعفر العرباوي ابنتي بدير فاطمة، الحادثة شفيق، شفيق بس ابتديت افهم. طول الوقت اللي فات وانا بقول لنفسي اكيد حاجة غريبة حصلت، حاجة ما كانتش تخطر على البال. موجود قريب من المكان، في حاجة غريبة بتحصل. لا 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 يا ماهر، ندخل ايه دلوقتي؟ لازم الأول نجمع معلومات عن الناس دي
ونحاول نربط الأحداث. لازم نعرف إذا كان لهم علاقة بموضوعنا الأساسي ولا لأ. باقي الرجالة وصلوا برا. مصطفى معاهم؟ محدش من الرجالة شافوا أو حتى لمحوا من بعد ما الكهرباء قطعت. يكونش عملها تاني منتصر بركات؟ مفيش غير منتصر بركات هو اللي ورا الحكاية دي، عايز يردين الضربة اللي احنا ضربناها له في بيته. أنا عارف إن اللي حصل ده بتخطيط منه. يبقى اطلع أنا والرجالة كلهم ونديله الدرس الأخير، نخلص عليه علشان ما تقومش قومة تانية لولاد بركات. استنى يا بدير، استنى استنى. انتخابات بعد 3 أيام، لو قتلناه دلوك هنقوم البلد كلها علينا، والأهم من البلد الحزب والحكومة. مال هنعملوا ايه معاه؟ خلينا نفكروا بالعقل. اللي حصل الليلة خلينا نتأكد ان في خطر بيقرب مني كل ما بيقرب الانتخابات. يمكن يكون هو ده اللي حذرني منه مصطفى. انا لازم اغير تفكيري كله. تقصديها كبير؟ عملوني الحالة دلوك، عايز احسبها زين. ايوه بس يعني منتصر هياخد جزاته على اللي عمله، هخفيه من على وش الارض في الوقت المناسب. انا هستنى مصطفى ساعة كمان، لو ما رجعش هقول لكم نتصرف كيف، بالطريقة اللي تخلينا نبان قدام العالم انك بار قوي. بعد اللي قلته كل حاجة بقيت واضحة ومش محتاجة تفسير. انا عرفت دلوقتي ليه انت قطعت الاتصال بيني وبينك، وليه عملت كده مع بدري ومع البنت اللي قابلتك. اكيد اللي حصل ده في مصلحتنا، كناش نقدر نوصلوا له حتى لو خططنا سنين طويلة. الحمد لله إننا قدرنا نخطفوك في الوقت المناسب. يا لو كنت افتكرت كل حاجة قدامهم كانت الدنيا اتلخبطت. أنا ما قدرش أفهم كلامك. هتفهم كل حاجة دلوقت. أنا عارف إنك تعبت يا طلحة، لكن ما قدمناش وقت. عايز ارجع. ترجع فين؟ لا مش هيحصل. اللي انت فيه دلوقتي ما كناش نحلم بيه. انت بقيت اقرب الناس لجعفر، عايش هو بيته، تطلع وتدخل من غير ما حد يقول لك انت رايح فين ولا جاي منين. وفضل على الانتخابات يومين، اكرس على نفسك وتحمل. اتحمل كيف؟ انا متبعتر يا شوقي بيه. هقعد معك ساعتين، لو تاخرت عليهم اكتر من كده الفرصه اللي في يدنا هتضيع. افتكر ترى ابوك، مين كان يصدق انك دلوقتي واحد من عيله العرباوي؟ اليومين اللي جايين احسبهم انا وانت، وهقول لك على الخطة الجديدة اللي هتخلص بيها من جعفر وبرضك يوم الانتخابات. أظن جعفر دلوقتي ممكن يشك في أقرب الناس ليه ما عدا أنت، مش كده؟ مش كده يا مغاوري؟ يا ولد شحات أبو السعد. يا بنت الليلة دي أكتر من كل ليلة. إيه بس اللي قلق منامك؟ الحكاية اللي حصلت معاكي وحديثي مع عبد السلام ما مخلنيش عارفة أتلم على روحي. ولدي تعبان مش مرتاح. فكري في الخير، هيرجع بالسلامة إن شاء الله.
صبرت نفسي كتير، لكن غيابه طال. كيف ما حاولش يتصل بيك عشان يطمن عليه بأي طريقة؟ كيف؟ في الأول كنت مصدقة كلامه اللي قاله لي عن السفرية، لكن دلوقت بعد كل اللي حصل قلبي بيقول لي لا، طلعت ما كانش صادق معاي. قصدك يا خالتي؟ أنا مش فاهمة حاجة. مفيش حاجة يا بنتي، متخافيش يا دناي. أنا بس مخنوقة شوي، عايزة أشم شوي هوا في السطح. ينعس أنت يا دناي، ينعس. ما تفكريش في اللي قلته، ربنا يجيب العواقب سليمة. استغفر الله العظيم. في وسط الضلمه دي ما قدرتش اشبط اللي على خمسه من اللي اشتبهت فيهم. كان فيهم واحد مناسب عيله بركات، نزلت فيه طحن، اخدته عالجه موت لحد ما جر واعترف ان منتصر موصيه يبوظ الليله. كان معاه سلاح؟ لا، هو انكر ان منتصر حرض على ضرب النار. لكن كل اللي كان مطلوب منه انه يشوشر على جنابك ويضايقك وانت بتخطب وسط الناس. يعني بتسوس علينا، الحكايه كده باينه. تمام. انا ما كدبتش خبر، رحت لحد بيت منتصر بركات لقيته مقفول، ما فيهوش صريخ ابن يومين. تصور سعادتك، منتصر بركات خد اهله وناسه ورجالته وسافر، لكن هيرجع يوم الانتخابات. طول عمره جبان جبان. تفتكروا مصطفى دلوقتي يكون فين؟ لو خطف صحي يا كبير اكيد مش هيكون في بيته، مش هيغلط نفس الغلطه اللي فاتت. باقي عيلته موجودين، امامه واخواله واولادهم قاعدين، هيروحوا منا فين؟ نورني يا كبير، ناوي تعمل ايه؟ عايزكم تمسحوا البلد كلها، يمكن تعتروا فيه. خد الرجال والعربيات تتحركوا. دلوك يا كبير، ما ندور عليه في النوار احسن. دلوك يا بدير، دلوك دلوك دلوك، اوامرك يا كبير.